السلام عليكم، نرحب فيكم يا اخوان في فيديو تعليمي جديد للعبة تعتبر من افضل العاب الزومبيز اللي تحتوي على قصة تفاعلية زائد اسلوب لعب شيق وممتع. اللعبة ما هي جديدة في السوق، حيث تم انتاجها في عام 2014 من قبل شركة بليد هاد جيمز، ومن تصميم كل من ايزك فيجا وجوناثان جيلمور. يمكن لثلاث الى خمس اشخاص ان يلعبونها فيما يقارب الساعة والنصف. صراحة اللعبة من زمان في بالي، وكنت ودي أسوي لها فيديو تعليمي، إلا أن اعتمادها على اللغة الإنجليزية بشكل كبير خلاني أتجاوزها لألعاب أخرى. ولكن في الفترة السابقة تم طلبها مني من كذا شخص، وبالتالي قررت أسوي الفيديو. اللعبة جدا جميلة، وفيها إضافة اللاعب الخائن اللي تشكل جو من التفاعل الممتع، وتلزم اللاعب بالتفكير والتحقيق في كل أكشن يقوم فيه اللاعبين الثانيين للتأكد من سلامتنا وياهم. والحين مع عملية سيت اب، اللعبة تاخذ حيز كبير من منطقة اللعب، فممكن ترتبها بالشكل اللي يناسبك. انا حطيت عندنا في نص منطقة اللعب اللي هو البورد الرئيسي، وزعت اللوكيشنز الخارجية، المواقع الخارجية بهذا الشكل. الحين راح اخذ الكروت الخاصة بكل موقع خارجي، وراح نلاحظ عليها رقم واسم، واحد بلاي ستيشن اللي هو هني عندي، واحد بلاي ستيشن. راح اخلط الكروت بشكل جيد واحطها في هذه المنطقة، وراح اسوي نفس الشيء مع كل المواقع الخارجية. الحين راح يقوم اللاعبين باختيار المين اوبجكتيف، الهدف الرئيسي، مثل ما يبغون او بشكل عشوائي. عندنا مجموعة من الاوبجكتيفز. اللعبة تنصح إذا أنت قاعد تلعب المرة الأولى إنك تاخذ هذا الأوبجيكتيف اللي هو وي نيد مور سامبلز، نحطه في هذه المنطقة، وفي عليه عملية سيت اب راح نكملها بعدين، وراويكم شلون طريقة عملية سيت اب مالتها، ونرجع الأوبجيكتيفز الباجين إلى الصندوق. إذا قلنا راح نلعب مع ثلاث لاعبين، راح أوزع على كل لاعب واحدة من البلاير بوردز هذه. ميزة هذه البلاير بوردز راح نشوف عليها ادوار اللعبه والاكشنات اللي ممكن يقوم فيها، وبنفس الوقت راح يرتب الادوات والمكونات مالته حول هذا البلاير بورد. والحين راح نوزع الاهداف السريه على كل لاعب، وعندنا نوعين من الاهداف السريه، في الاهداف السريه العاديه والاهداف السريه اللي مكتوب عليها بتريل الخونه. على حسب عدد اللاعبين راح نخلط الاهداف وناخذ كرتين لكل لاعب، وبعدين راح ناخذ كرت واحد من كروت الخونة، نفس الشيء نخلطه ونطلع منه واحد بشكل عشوائي، بعدين نخلطهم كلهم مع بعض ونعطي كل لاعب واحد هدف سري. بعدها راح ناخذ كروت الكرايسيس كاردز اللي هي كروت الأزمات، وراح تكون بالشكل هذا، نخلطها ونحطها بالمكان المخصص لها على البورد اللي هو هذا المكان. باقي عندنا ثلاث انواع من الكروت، عندنا الكروس رود كاردز، وعندنا كروت الشخصيات، وعندنا الاكزايل كاردز. ممكن نحطها جنب البورد باي شكل يناسبنا. الحين راح نكمل السيت اب لكل لاعب، وراح نوزع عليهم كروت الايتمات اللي تبدا وياهم في بدايه اللعب. راح نلاقي كروت الايتمات بهذا الشكل مكتوب عليها ستارتر ديك، راح نخبصها بشكل جيد، بعدين نوزع لكل لاعب خمس كروت. بعدها راح ناخذ كروت الشخصيات ونوزع على كل لاعب اربع شخصيات، يختار منهم شخصيتين ويرجع الباقي. كل لاعب راح يشوف الكروت الشخصيات اللي عنده، يختار منهم شخصيتين، راح يختار واحدة من الشخصيتين انها تكون الليدر، تكون هي القائد عنده، يحطها في هذا المكان، والشخصية الثانية اللي يختارها راح يحطها اسفل البورد التابع له. راح يقوم باقي اللاعبين بنفس العملية، يختار كل لاعب واحد من الشخصيات يكون عنده ليدر، والثاني يكون تحت البورد فولور تابع له. نفس الشيء مع هذا اللاعب الثالث.
يختار شخصيته. الحين راح نحدد اللاعب الأول بأن نشوف منو الليدر اللي عنده أكبر انفلونس. الانفلونس اللي هو الرقم اللي موجود أعلى الكرت مثل ما احنا شايفين هنا 68 28 64، هذا أعلى انفلونس، فهذا راح يكون اللاعب الأول وراح نعطيه التوكن هذه، تحدد أنه هو اللي راح يلعب أول لعب. الحين كل لاعب ياخذ الستاندي الخاصة بالشخصيات اللي اختارها ويحطها عنده في الكولوني بهذا الشكل. بعدها كل لاعب راح ياخذ عدد من الدايس مساوي لعدد الشخصيات اللي عنده زائد واحد، وكل اللاعبين يبدؤون بعدد اثنين شخصيات، فبالتالي كل لاعب راح يحصل على ثلاثة دايس. آخر شيء راح نسويه نطالع في الأوبجكتيف مالنا ونشوف وين يبدأ المورال عندنا. راح نشوف إن هني المورال يبدأ على ستة، ناخذ التوكن هذا ونحطه على ستة، وعندنا الراوند يبدأ همّا على ستة، راح ناخذ التوكن هذا ونحطه على رقم ستة. بعدين نشوف إذا في أي ست اب إضافي يطلب منا هذا الأوبجكتيف إن احنا نسويه. مكتوب عندنا هني add one zombie to all non-colony location، هذه هي الكولوني، فراح اضيف زومبي لكل المواقع الخارجيه اللي هي تعتبر non-colony location. راح اخذ الزومبي ستانديز واوزعها بهذا الشكل على كل واحده من الكولونيز اللي موجوده عندي. وبهذا يكون اتممنا عمليه الست اب. بعد ما انتهينا من عملية سيت اب اعطيكم فكرة عامة عن اسلوب اللعب. في ديد اوف وينتر كل لاعب عنده مجموعة من الشخصيات احتمال يزيدون او ينقصون عنده، مع عدد من الايتمات اللي اعطيناها بداية اللعب، وراح يحصل ايتمات اضافية خلال اللعب. كذلك راح يكون عنده سيكرت اوبجيكتيف. اذا كان الاوبجيكتيف مالك هو من الاوبجيكتيفز العادية، راح يكون في عندك هدف واحد مشترك بينك وبين اللاعبين الثانيين، اللي هو المين اوبجكتيف لازم هاز بين كومبليتد، ان هذا الاوبجكتيف يكون تم قبل انتهاء اللعبه. اما اذا كنت من الشخصيات اللي عنده الاوبجكتيف اللي هو البتراير، راح تكون عندك اهداف ثانيه مخالفه، وعاده تكون تسعى ضد اللاعبين الثانيين. اللعبه تنتهي عندنا اذا تم تحقيق الهدف الرئيسي، او إذا انتهى عدد الراوند وصل صفر، أو المورال وصل إلى صفر. ونبدأ بشرح أدوار اللعبة. عندنا هني هذا الراوند سمري. أول شيء عندنا البلاير تيرن فيز، بعدين الكولوني فيز. كل واحد من الفيزز في عدة خطوات لازم نقوم فيها قبل ما ننتقل إلى الفيز اللي بعده. ونبدأ الحين بالبلاير تيرن فيز. أول شيء في دور اللاعبين راح نكشف كرايسيس كارد، وهذه تعطينا مثل اهداف نسعى ان احنا نسويها خلال الدور اللي قاعد نلعب فيها. اذا ما تم تحقيق هذا الكرايسيس كارد خلال الكولوني فيز، راح تحصل شغله سيئه، وراح اشرح لكم اياها لاحقا. بعدها راح يقوم كل لاعب باخذ الدايس اللي بدا فيهم ورميهم وضعهم في هذه المنطقه. هي راح يقوم اللاعب اللي على يمين اللاعب الاول، هذا اللاعب الاول، هذا اللي على يمينه، يسحب كرت من الكروس رود ويقرا الكلام اللي عليه. كل الكروس رود كاردز في بدايتها راح يكون جمله تدل على متى يتم تفعيل هذه الاحداث اللي موجوده عليها. مثلا هذا يقول if the player as a male survivor and a helpless survivor to the colony، راح يظل اللاعب اللي بايده الكروس رود كارد يتابع اللاعب الحالي اللي قاعد يلعب. مجرد ما يسوي هذا الكلام اللي موجود في بدايه الكروس رود كارد، راح يقول له ستوب ويقرا له القصه. وبعدين على حسب نوع الكروس رود، يا انه يعطيه اوبشن 1 اوبشنين ويقول له اختار بينهم، او يكون في عمليه تصويت بين اللاعبين كلهم. اللي راح يصير اذا كان في اوبشن يختار اللاعب
الحالي واحده من الاوبشنات، ويتم عمل الكلام اللي مكتوب في الاوبشنز. في حال كان الكروس رود نفس هذا يعطيني خيارات ليتم تصويت عليها بين اللاعبين، راح تقوم اللاعبين بمناقشه هذه الخيارات، بعدين يقوم اللاعب الاول بالعد من الواحد للثلاثة، ثم يقوم كل لاعب باختيار يا يعني انه ثامز اب او ثامز داون. بعدين نشوف الاغلبيه حق اي خيار، وهيصير هذا الخيار اللي راح نطبقه. في حال صار تعادل يفوز الفريق اللي فيه اللاعب الاول. نرد نذكر بهذه النقطه كون انها سهله انها تنسي. قبل ما يلعب اي لاعب يقوم اللاعب اللي على يمينه بسحب الكرت، وبينه وبين نفسه يقرا الجمله الاولى. بمجرد ما تتحقق هذا الشرط اللي موجود في الجمله الاولى يوقف اللعب ويكمل قرايه الجمله، واذا فيها اوبشنات يعطي اللاعبين الاوبشنات. اذا ما تحققت هذه الجمله راح ينزل الكرت في اخر مجموعه الكروت هذه، اذا تحققت راح يطلع الكرت هذا برا اللعب. بعدها راح يقوم اللاعب بعمل اي من الاكشنات اللي مذكوره عندي في هذا المكان. فين عندي نوعين من الاكشنات، اكشنات تحتاج دايس واكشنات ما تحتاج دايس. راح نبدا بالاكشنات اللي ما تحتاج دايس، واول شيء عندنا بلاي كارد. عندنا انواع من الكروت، وهذه تبين بالعلامات اللي موجوده جنب اسم كل كرت. يقدر اللاعب بانه يلعب اي عدد من الكروت. ناخذ مثال عليها الفود هذه. اذا لعب اللاعب هذا الكرت يقول له add one food token to the food supply. عندنا هذه الفود سبلاي راح يحط التوكن هذه فيها. بعدين في بداية كل كرت راح يقول له وين راح يتخلص من هذا الكرت بعد ما ينتهي من الاكشن اللي عليه. مكتوب عندنا waste pile، هذا هو الwaste pile، راح يحط الكرت في هذا المكان بعد ما يخلص من الاكشن اللي عليه. نوع ثاني من الكروت اللي يقدر يلعبه اللاعب اللي هو كروت الايفنت. الايفنت هذه مجرد ما يسوي الكلام اللي عليها راح يتخلص من الكرت برا اللعب. يقول الايفنت add the top card of the survivor deck to your following and place their matching standee at the colony. بعدين عندك add one helpless survivor token to the colony. شلون هذه راح تصير؟ راح ناخذ اعلى كرت من مجموعة الكروت هذه، وراح نطلع الستاندي الخاص بهذا اللاعب ونضيفه الى الشخص اللي لعب هذا الايفنت. طبعا مع كل كاركتر او شخصيه جديده تضيفها راح ياخذ اللاعب دايس اضافي يقدر يستخدمه ابتداء من لعبته القادمه. بعدين قال لنا اد ون هيلب سرفايفر توكن تو ذا كولوني. راح ناخذ واحده من هذيل التوكنز ونحطهم في الكولوني عندنا بهذا الشكل. النوع الثالث من الكروت اللي هو مكتوب عليه اكويب. في هذه الحاله راح اخذ واحده من الشخصيات اللي عندي واضيف لها هذا الكرت. طبعا الشخصيه هذه راح تاخذ الابيليتي اللي موجوده على هذا الكرت. طبعا يقدر اللاعب انه يلعب اي عدد من الكروت بهذه الطريقه بدون ما يكشفها في هذا المكان لمحاوله تجنب حدوث الازمه هذه الكرايسيس. اذا كان لاعب مسالم راح يلعب بالضبط نفس ما الكرايسيس موجوده. اذا كان لاعب خائن ممكن يلعبها نفس الطلب عشان يغش اللاعبين الثانيين، او انه يحاول يلعب كروت غير الكروت المطلوبة في هذا المكان علشان تحصل كرايسيس ويضرر اللاعبين الثانيين. واحدة من الاكشنات اللي هم يقدر يسويها اللاعب بدون الحاجة الى دايس انه يحرك اللاعبين سواء من الكولوني الى لوكيشن المواقع الخارجية، او من المواقع الخارجية الى الكولوني. طبعا كل واحد يقدر يحرك اللاعبين الخاصين فيه. طريقة الحركة راح تكون بالشكل التالي: يختار واحدة من المواقع الخارجية اللي بيروح لها، بعدين يختار واحدة من الشخصيات ويحركها إلى الموقع اللي اختاره. قلنا أنه هو مثلا بيروح للسكول هذا. بعدها راح يرمي اللاعب الاكسبوجر داي هذه، وعلى حسب الوجه اللي يطلع له راح يتحدد مصير اللاعب اللي تحرك. عندنا عدة أوجه ممكن تطلع لنا على الدايس. لو طلع الوجه هذا الفاضي معناته أن الحركة اللي تحركتها هذه الشخصية كانت سليمة بدون أي أضرار. لو أثناء رمي الدايس طلع لنا هذا الوجه، راح ياخذ الشخصية اللي طلعت لها هذه أثناء الحركة ووند بهذا الشكل. مجرد ما يصير عند أي شخصية ثلاثة ووند الشخصية راح تموت وتطلع برا اللعب. لو طلع لنا هذا الوجه
الشخصية راح تاخذ اللي هو الفروست بايت هذه، وهذا الفروست بايت يعتبر كووند من ضمن الثلاث وونز اللي لو خذاها الشخصية راح يموت. ولكن مشكلة الفروست بايت انه بداية كل دورة للاعب اذا ما عالج هذا الووند راح ياخذ فروست بايت اضافي، وبالتالي احتمال انه يقتل الشخصية. الشكل الاخير اللي ممكن يطلع لنا على الدايس اللي هو هذا الشكل، وهذا الشكل اللي هو الزومبي بايت راح يقتل الشخصية على طول وتطلع شخصية برا اللعب. اما اذا اثناء الحركة بعد ما رمينا الاكسبوجر داي طلع لنا الزومبي بايت هذا، الشخصية هذه على طول راح تموت، وراح ينتقل الافكت مال هذا الزومبي بايت للشخصية اللي معاه في نفس المكان باقل انفلونس. في هذه الحال عندنا اندرو الانفلونس مال 12 راح تنتقل له هذا الافكت. الحين اللاعب اللي يتحكم باندرو عنده الخيار، يا انه يقتل اندرو يطلع برا اللعب، او انه يجازف بانه يرمي الدايس. اذا رمى الدايس وطلع له بلانك اندرو سيف ما عليه اي مشكله، اذا رمى الدايس وطلع له اي وجه ثاني راح يموت اندرو، وراح ينتقل الافكت للاعب او الشخصيه الثانيه اللي موجوده في هذا المكان. طبعا نفس الشيء لو تحركت شخصيه الى موقع خارجي واثناها لما رمينا الاكسبوجر داي طلع لنا الزومبي بايت، راح تموت الشخصية هذه نفسها، وراح ينتقل البايت إلى الشخصية اللي بعدها الانفلونس مالها أقل، ونفس الشيء راح تضطر يا يعني إنك تضحي فيها أو إنك تجازف مرة ثانية وتقط الدايس. لو صار وحصلت أي شخصية على ثلاثة ووند راح تموت الشخصية، وراح تطلع الستاندي مالها برا اللعب. لو كان الشخصية هذه موجودة في الكولوني راح يرجع اي equipped item لايد الشخص اللي متحكم فيه. اما لو ماتت الشخصية وهي بموقع خارجي راح تطلع الشخصية برا اللعب ونطلع الستاندي، وراح ناخذ اي كرت كان equipped عليها ونخلطها مع كروت الموقع اللي مات فيه. إذا كانت هذه آخر شخصية عندك وماتت راح تطلع الستاندي برا، وراح ترمي أي كروت عندك برا اللعب، بعدين راح تاخذ واحد من الشخصيات من كروت الشخصيات وتضيفهم عندك إلى الكولوني وتكمل اللعب. في كل الحالات لو ماتت أحد الشخصيات اللي عندك او مات احد الهلبة سيرفايفرز الموجودة عندك في الكولوني راح ينزل عندك المورال، ولازم ننتبه على المورال لانه اذا انتهى المورال واحنا ما خلصنا من الهدف الرئيسي راح نخسر اللعب. الاكشن التالي اللي ممكن نسويه مثل ما احنا شايفين سبنت فوت توكن، وفي دورك تقدر انك تاخذ اي عدد من الفوت توكن بدون ما ترجع للاعبين الثانيين، وبعددهم تقدر تزيد واحدة من الدايس اللي موجودة عندك في الانيوز اكشن اريا بهذا المقدار، راح تزيد الاثنين الى اربعة لاني خذيت اثنين فوت توكن. طبعا المنطقة هذه مهمة وراح اشرح لكم بعدين ليش مهمة انه يكون فيها فوت توكنز. الاكشن اللي بعده اللي هو اكشن ريكوست، يقدر اللاعب بدوره يطلب اي نوع من انواع الايتمز اذا له حاجة فيها. طبعا لما اطلب في المثال اني انا طلبت ميديسن اثنين ميديسن، فقام واحد من اللاعبين واعطاني الميديسن، لازم استخدم الاثنين ميديسن على طول في دوري هذا، ما اقدر استخدمهم واحطهم في كرايسيس او لاي غرض ثاني، مجرد ما يعطيني اياهم لازم استخدمهم في نفس الدوره. بعدها عندنا اكشن الهاند اوف، يقدر لاعب اذا كان عنده ايتم اكويبت نفس هذا انه يعطيه حق لاعب ثاني يحطه على واحده من الشخصيات اللي عنده بهذا الشكل. بس لازم نحرص من شغله في هذه الحال، في بعض الاكوبت ايتم عليها ability once per round، معناته استخدمها دور مره بدورتي، اذا كان هذا اللاعب استخدمها في دوره وبعدين اعطاها سواء الهاند اوف لشخصيه عند لاعب ثاني خلاص تم استخدامها، اللاعب هذا ما راح يقدر يستخدمها الا الدور الجايه. اخر اكشن عندي هني ممكن استخدمه بدون ما ارجع للدايس هذه اللي هو فوت تو اكزايل، وفي دوري اقدر اطالب بانه يتم عمل تصويت لاخراج مثلا شكيت انا في اللاعب هذا ان احتمال يكون انه هو تريتر من اكشناته،
راح اطالب انه يعمل فوت، راح نتناقش مع اللاعبين الثانيين، واذا تم تصويت وكان التصويت بالاجماع راح يطلع هذا اللاعب برا الكولوني، وراح يبدا يستخدم من الدك هذا اللي هو مجموعه الكروت الاكزايد، وراح اشرح لكم اياها بعدين. والحين راح اشرح الاكشنات هذه اللي فوق اللي تحتاج انك تستخدم واحده من الاكشن دايس هذه على اساس انك تقوم فيها. بعض الاكشنات نفس اتاك وسيرج راح يحتاج اللاعب انه يستخدم واحده من الدايس بعدد معين علشان يقدر يستخدم الاتاك او سيرش الموجوده على الشخصيه اللي هو حاليا قاعد يتحكم فيها. الاكشنات الاخرى اللي نفس الباركيد، كلين ويست والاتراكت، ما يهمك الفاليو العدد اللي موجود على الدايس، مجرد انك تاخذ دايس وتستخدمها بهذه الطريقه راح تقدر تسوي اي واحده من هذه الثلاث اكشنات الثالثه. راح ابدا باكشن اتراكت. اكشن اتراكت يخليني استخدم اي دايس بغض النظر عن عددها، واسوي اتراكت لاثنين زومبيز موجودين في اي مكان للمكان اللي موجود فيه الشخصيه اللي انا استخدمت الاكشن هذا عليها. فمثلا نقول ان انا استخدمت الاكشن دايس على هذه الشخصيه وهي موجوده في الكولوني، خذيت التو زومبيز وحطيتهم في اماكن فاضيه في الكولوني عندي. اكشن ثاني اقدر اسويه بغض النظر عن عدد الدايس اللي هو الكلين ويست. في هذه الحاله اقدر استخدم اي دايس بغض النظر عن العدد، وراح اجي لمنطقه الويست هذه واشيل ثلاثه من الويست بايل اطلعهم برا اللعبه. وليش هذه الشغله مهمه؟ لان في بعض المراحل راح يتطلب مني اللعبه اني اعد عدد الويست بايل لكل 10 موجوده عندي في هذا المكان، راح ينزل عندي المورال، ومثل ما احنا شايفين المورال مهم عشان تفوز باللعبه. الاكشن الاخير عندي اللي اقدر استخدم فيه دايس بغض النظر عن عددها اللي هو الباركيد. وفي هذه الحاله راح استخدم واحده من الدايس اللي موجوده عندي بغض النظر عن عددها علشان اضيف واحده من الباركيد للموقع اللي موجود فيه الشخصيه اللي انا استخدمت الاكشن هذا معاها. مثلا لو استخدمت على هذه الشخصيه راح اخذ الباركيد هذا واحطه في المكان اللي هو فيه، ولكن لو استخدمته في الكولوني نفس الطريقة راح اختار لي واحدة من الاماكن احط فيها هذه الباركيد. الهدف من الباركيد هذه ان تمنع ظهور الزومبيز عندي. فمثلا في مرحلة ظهور الزومبيز لو طلبت مني اللعبة اني اضيف زومبي في هذه المنطقة ما راح اضيفه، بس مجرد اني اشيل الباركيد وما احط الزومبي في هذا المكان، وراح نشوف شنو اهمية هذه الشغلة لاحقا. والحين راح نتكلم عن اكشن الاتاك. اكشن اتاك هذا يحتاج مني دايس بعدد معين على حسب الشخصيه اللي استخدمها. مثلا عندنا شخصيتين، الاتاك عند هذا الشخصيه اقدر اسويه بدايس قيمته 2 او زياده، بالنسبه لهذا الشخصيه اقدر اسوي فيها اتاك بدايس قيمته 1 او زياده. الحين راح اختار واحده من شخصياتي واسوي اتاك في المنطقه اللي هو فيها. فمثلا لو قلنا جابرييل موجود في السكول، عشان اسوي الاتاك احتاج دايس قيمته 2 او زياده، فراح استخدم هذا الاثنين. راح اقتل على طول واحد من الزومبيز، وبعدين راح يرمي اللاعب الاكسبوجر داي ويطبق نفس الاجراءات اللي سويناها لما نرمي هذا الدايس اثناء الحركه. نفس الشيء اذا بستخدم الشخصيه الثانيه مثلا عندي موجوده في الكولوني، احتاج عشان اسوي اتاك دايس قيمته 1 او زياده، فممكن استخدم الاربعه هذه علشان اقتل واحد من الزومبيز اللي موجودين عندي، ونفس الشيء راح ارمي الاكسبوجر داي هذا. طبعا الاتاك مو شرط يكون بس على زومبي، ممكن اسوي اتاك على شخصيه ثانيه موجود معي بنفس المكان. فمثلا لو جابرييل يبي يسوي اتاك على براين هني، راح يستخدم دايس بنفس القيمه اللي هي 2 او زياده، ياخذها ويرولها علشان يسبب اصابه حق براين. لازم يكون الفاليو للرول اللي سواه مساوي او اقل للاتاك اللي على الشخصيه اللي هو بيطقها. فمثلا في هذه الحاله 4 انا ما اصبته، ولكن اذا كان الرول مالي 1 راح اتسبب بدمج على براين. والحين مع السيرش اكشن، والسيرش اكشن فقط يتم في المواقع الخارجيه. حاليا جابرييل عندي في هذا الموقع، والسيرش توكن تتطلب مني 3 او اكثر، ما اقدر استخدم 2 ولكن اقدر استخدم 4 هذه. حاليا مجرد ما اني سويته راح اسحب الكرت اللي اعلى المجموعه، اذا ما عجبني ممكن اضيف النويز توكن هذا عشان اسحب كرت ثاني، اذا ما عجبني ممكن اضيف كرت اضافي واسحب،
ولكن قررت اني اوقف. في هذه الحالة راح اختار واحد من هذه الكروت، نقول اني اخترت هذا، وارجع الكروت اللي ما احتاجها الى اسفل المجموعة. اخر شيء بسولف عنه بالنسبة للاكشنات اللي هي الكاركتر ابيليتيز. وعندنا هني الكاركتر ابيليتيز على نوعين، في اسفل كل كاركتر راح تشوف الابيليتي اللي يقدر يسويها. بعض الكاركترز مجرد كلام تطبق اللي عليه وخلاص ينتهي دوره، ولكن في بعضهم راح تلاقي رقم في بداية الوصف مال الابيليتي. الوصف مال الابيليتي هذا يتطلب مني اني اصرف دايس بقيمة 4 او زود علشان اقدر استخدم الابيليتي هذه. نفس الشيء راح اخذ واحدة من الدايس اللي متوفرة عندي واستخدمها علشان اقدر اسوي الابيليتي الخاصة بهذه الشخصية. في كل دورة عندي دائما يبدا اللاعب الاول يقوم بالاكشنات اللي يبيها، مو شرط يقوم بكل الاكشنات، ممكن يقوم بعض الاكشنات ويترك بعضها ما يستخدم هذا ما له حاجه، وممكن يقوم باي عدد من الاكشنات هذه طول ما انها متوفره عند الكروت اللي يقدر يقوم فيها. بعد ما ينتهي يروح الدور للاعب اللي بعده، بعدها اللاعب اللي بعده. لما ينتهي كل اللاعبين من اتمام دورهم راح ننتهي من اللي هو البلاير فيز وننتقل الى الكولوني فيز. اول شغله اسويها في الكولوني فيز اللي هي البي فود، وبالتالي راح اقوم بعد السرفايفرز اللي موجودين عندي بالكولونيز، ما لي شغل بالسرفايفرز اللي برا. حاليا السرفايفرز اللي عندي بالكولونيز 1 2 3 وعندي 2 هيلبلس سرفايفرز. عدد الفود اللي راح ادفعه راح يساوي عدد واحد توكن لكل لاعبين. فعندي هذا اللاعبين راح اشيلهم واحد، اللاعبين الثانيين اشيلهم واحد، وباقي لي لاعب اخير الحاله هم راح يستغل واحد فوت. نقول ان السرفايفرز اللي عندي بالكولوني هذا عددهم، فبالتالي انا الحين لازم ادفع عدد 1 2 3 4 فوت توكنز، وانا ما عندي الا ثلاثة. فش اللي راح اسوي؟ راح اخلي الفوت توكنز اللي موجودين وراح اضيف عليهم واحد ستارفيشن توكن، ومع الستارفيشن توكن هذا راح ينزل مرار واحد. نفس الشيء كل دورة ما عندي فود توكن ادفع فيه او اكل اللي موجودين عندي راح اضيف ستارفيشن توكن ثاني، ولكل ستار وكل مره اضيف ستارفيشن راح اعد عدد الستارفيشن توكن الموجودين وراح انزل بعددهم المورال. ثاني شغله اسويها عندي في الكولوني فيز اللي هو التشيك ويست، راح اشيك واشوف لكل 10 عندي ويست راح انزل مورال واحد. 1 2 3 4 5 6 7 8 ما عندي، ما وصلت العشرة، فأنا حاليا وضعي سليم ما راح أنزل مورال، ولكن لكل 10 يكون عندي راح أطلعهم برا اللعب وأنزل مورال واحد. الخطوة التالية عندي اللي هي في الكولوني فيز ريزولف كرايسيس، راح أشوف على الكرايسيس مالتي. هذه الكرايسيس تتطلب مني عدد من الجازلين تانك مساوي لعدد النون اكزايلد بلايرز. نون اكزايلد بلاير هم اللاعبين اللي ما زالوا موجودين في اللعبة ما سوينا لهم اكزايل، فبالتالي أنا عندي 3 لاعبين لحد الآن، فأبي 3 جازلين تانك، 1 2 3 ممتاز جبنا الكرايسيس، ولكن لازم اكمل اشوف. شفنا ان واحد حط هني شغله ما هي مطالبه بالكرايسيس، لكل ايتم تم اضافته غير مطالب راح نلغيه ونلغي معاه ايتم من الايتمات المطالبه، بالتالي احنا هني ما حققنا الكرايسيس وراح يشتغل عندنا الباد افكت اللي هو الفيل افكت. ولكن نقول ان في نهاية الكرايسيس تشيك لقينا ان كل الايتمات اللي احنا طالبينها موجودة بدون اي ايتمات اضافية، معناته ان احنا حققنا الكرايسيس هذا وما راح يصير علينا اي باد افكت، ونكمل الخطوة اللي بعدها. المرحلة اللي بعدها في الكولوني فيز اللي هي ادينج زومبيز، واول شيء راح نبدأ بالكولوني. الكولوني لكل 2 سيرفايفر عندي مع الهلب سيرفايفر راح اضيف 1 زومبي، فانا حاليا عندي 2 و2 و2 و2، هذيلي 4 مجاميع، راح اضيف 4 زومبيز، وراح ابدا باضافه الزومبيز بهذا الشكل. دائما ابدا من المنطقه رقم 1 واظل اكمل حسب التسلسل المناطق. اذا اضطريت اني احط اكثر من 6 زومبيز راح ابدا مره ثانيه ارجع اضيف الزومبي الى المنطقه رقم 1 واكمل. بالنسبه للمواقع الخارجيه راح اضيف 1 زومبي لكل كاركتر موجود عندي. حاليا عندي كاركترين فراح اضيف 2 زومبيز. اول زومبي راح اضيفه راح ينشال لانه في باركيد فما راح احطه. ثاني زومبي راح ينزل في المكان هذا. بعدين لكل نويز توكن عندي موجود في هذه المنطقه راح ارمي
الداي هذه اذا طلع لي 3 2 او 1 معناته ما صار شيء ولا راح نضيف اي زومبي، ولكن في حال انه طلع الرقم 4 او 5 او 6 راح نضطر نضيف زومبي اضافي. في حال اني ابي اضيف زومبي اضافي وما في مكان، هذه المنطقه تسمى اوفرلودد، فاللي راح يصير ان الزومبي هذا راح يقتل واحد من السرفايفر اللي عنده انفلونس اقل من الباقيين، وراح اقدر اكمل طول ما انا عندي نويز توكن. النقطة التالية عندنا في الكولوني فيز اشيك على اللي هو الاوبجكتيف مالنا الرئيسي، اذا تم تحقيقه حسب ما هو مذكور في الفيكتوري سكشن اللي موجود عندنا في هذا المكان. بعدين راح احرك الراوند ماركر وراح اعطي الفيرست بلاير توكن للاعب اللي بعد. طبعا راح نظل نكمل لعب لحد ما يتم تحقيق الهدف الرئيسي مالنا او ان الراوند يوصل زيرو او المورال يوصل زيرو. في اي واحدة من هذه الـ3 حالات راح تنتهي اللعبة عندنا. بعد راح يقوم كل لاعب بانه يشوف السيكرت اوبجكتيف ماله، اذا حقق جميع الاهداف اللي عنده راح يكون فاز باللعبة. عادي يكون لاعب او لاعبين حققوا الاهداف وفازوا واللاعبين الثانيين ما حققوا. نفس الشيء مع اللاعب الخائن، يكشف الهدف السري ماله ويكون حقق جميع النقاط اللي مطلوبة منه، وبالتالي اذا قدر يحققهم راح يكون فاز، ومنها اللي هي المورال يوصل لصفر، بالتالي جميع اللاعبين اللي ضده راح يكونوا خسروا وهو اللي فاز. اخر شيء نبي نسولف عنه هني اللي هو الاكزايد كاركترز. من خلال الاكشنات اذا تم التصويت على ان يتم طرد احد اللاعبين، راح يقوم اللاعب هذا وتم بالاجماع الاتفاق على طرده، راح ياخذ اللاعب هذا كل شخصياته ويحطها على اي موقع خارجي هو يبي بهذا الشكل. بعدين اذا كان هذا اللاعب اللي تم طرده لاعب غير خائن، راح يكشف السيكرت اوبجكتيف ماله، وبالتالي هذا راح يضرر الكولوني بانها تنزل واحد مراد. اما اذا كان خائن فما له داعي يكشف السيكرت اوبجكتيف ماله، مجرد انه ياخذ لاعبينه ويوزعهم على اي موقع خارجي. بعدين اللاعب اللي تم طرده راح يسحب كرت من الاكزايلد هذا، ويكون هذا الهدف اللي راح يسعى له حاليا مكان هدفه السابق. الحين في شغلات ما يقدر يسويها او يقوم فيها اللاعب اللي هو المطرود برا. اول شيء ما يقدر يضيف الى الكرايسيس، ما يقدر يضيف اي شيء ايتمز الى الكرايسيس هنا. واذا صار عنده كرت لعبه انه يضيف هيلبلس سيرفايفرز، راح يطنش هذا الفكت وما راح يضيف اي هيلبلس سيرفايفر تو ذا كولوني. اذا حصل هذا اللاعب مطرود على شخصيه، ممكن يضيفها لاي واحده من المواقع الخارجيه. طبعا ما راح يقدر يستخدم الفوت توكنز هذه علشان يزيد الداي الاكشن داي مالته، ولكن ممكن يستخدم واحده من الكروت الفود اللي بيده علشان يزيد من قيمه الاكشن داي. اخر شغلتين، اللاعب المطرود ما يقدر يشارك في عمليه التصويت اذا صار فيه تصويت. ثاني شيء، اذا ماتت احد الشخصيات اللي يتحكم فيها ما راح ياثر على المورال حق الكولوني. مع هذا يكون اتممنا عمليه شرح اللعبه بقدر الامكان. قد يكون هناك بعض المعلومات الناقصه، اذا عندكم اي استفسارات ممكن تضيفونها في منطقه الكومنت الخاصه بهذا الفيديو. ومع هذا نتمنى لكم لعبه سعيده.